بناتك الحين الطابق بناتك. لأن في مثال في فيديو ممكن تسلمه وتحطه بالمونتاج، بس لا تعطي الصغير أكبر من حجمه. بس انتظروا انتظروا بكرة أمس أهم إيش سوى، خذوا أكثر من أحدى، وأنا أعرف ألين أخذت كثير لا حتى ألين أخذت بنات أنجي فضايح بنات أنجي أنتوا ولا تبغون نجي نحن نخبص شعركم
الفايزين ومن الفايزين الشايع من العايزين ومن العايزين ومن الفايزين ومن الفايزين الشايع ومن العايزين ومن العايزين ومن الفايزين ومن أهم شيء الموظفين مرة عجبهم استعراضنا كل شيء واحد يستدخل والله استعراض حلو يعني مرة لطيفين مرة زي الحنان زيك بس إنه مرة وناسة وخلناها وفي كان واحد يسبينا الله كذا بس لو تشوفون بس بالبيانو يا ربي انا عجبني البيانو بس ارقص غير اجي نص كذا برقص انا ودي احس زيه بس ما اعرف ايش بس انه والله صوته حلو زي القمر والله ودي كذا احسب زين والله الليل احنا محظوظين فيكم والله العظيم انا يعني من جد من جد من جد مره انبسطنا فيهم مره يعني حنونين لطفين وزي كذا فهمتوا بس انهم يحطهم صدق ليتني اسمع حلو بس ودي اعرف شو اسمهم وين مديرهم بس يكلمون قالوا قلنا خلنا نشتغل معاهم اي نبي نروح الجنادريه ودونا الجنادريه ودونا ارباح ودونا كل شيء تبونه عادي احنا ما نحب يودوه بناتك يا محمد طابا بناتك يا فرق الوجه بناتك يا محب الطبن بناتك يا محمد طابو بناتك يطلقن وجه بناتك يطلقن وجه بناتك يطلقن وجه بيت ابوهم بازيهم ولا رحن ولا جني ولا رحن ولا جني ولا رحن ولا جني حصي يعتزون بها حصي يعتزون بها حصي يعتزون بها يا بالشاشة تضربها يا بالشاشة تضربها يا بالشاشة تضربها يا بالشاشة تضربها هذا الفيديو لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب وفعل جرس التنبيه